بين فترة وأخرى يذهب ليتذكر أياما قضاها في حي جامع الخير، ويتحسر على مال دمرته ميليشيات الدمار عندما وصلت إلى حيه الذي يسكن فيه، فقد خرج من منزله كغيره من السكان تاركا كل ما يملك. يأتي أمين المقرمي إلى ما تبقى من منزله ليعود بذاكرته مع كل قطعة في المنزل أتلفت. الإنسان له ذكريات في بيته، في منزله، مع أولاده، فيعني كانت لنا قصة في هذه البيت عند شرائها وكذا. لكن مقابل يعني ما يقدمه الأبطال والمقاومون والجيش الوطني في الجبهات، يعني يهون كل شيء في سبيل مقاومة هذه الميليشيا الإجرامية التي لا تدع، يعني لم تدع شيء في هذا البلد إلا وفجرته، إلا ودمرت الأخضر واليابس، ولم يبقى شيء في هذه المنطقة كما تشوف من تفكيك لبيوت المعارضين وتشريدهم وتنكيلهم وإحراق منازلهم وأخذ ممتلكاتهم يعني في هذه المنطقة. لكننا صامدون وسنواصل صمودنا ضد هذه الميليشيا الإجرامية بكل ما أوتينا من قوة. أمين المقرمي كالمئات من سكان تعز الذين فقدوا منازلهم وأملاكهم ومداخلهم، ومنذ 7 سنوات لا زالوا نازحين ومنتظرين انتهاء حرب الميليشيات ليعودوا ويتفقدوا منازلهم وما خسروه. فالكثير منهم خرج من الدنيا بعد شغل واجتهاد بمنزل أتت الميليشيات ودمرته وذهبت غير مأسوفا عليها. الأولاد والنساء يعني لأنهم يعني ملتصقين في المنزل أكثر مني، فلهم ذكريات ويعني ولهم يعني يتأسوا يعني على ما تركوا في المنزل. كوننا لم نأخذ شيء من المنزل من آثاث وممتلكات، لابد للمقاومين والجيش الوطني أن يثبت في موقعه ويعمل على تطهير هذه المناطق المحتلة من قبل الميليشيات وإخراجهم من هذه المنطقة وتحرير تعز منهم يعني بصورة سريعة إن شاء الله. تركوا خرابا ودمارا وسوادا كسواد مشروعهم الكهنوتي، ولم يبق لأمين المقرمي إلا الصبر والبدء من جديد وإن نزح وتشرد، فالحرية والكرامة لها ثمن.